ممكن الواحد يكون بدرس طب وبعيد توجيهي بنفس الوقت؟ الجواب راح تشوفوه بهاي الفقرة. معانا اليوم ثلاثة من أوائل التوجيهي، لكل واحد قصة، وفي قصة مميزة بتميز فيها سند شبلي. بنرحب فيهم أوائل التوجيهي. سند شبلي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا مسلم، وألف مبروك سند. سند، أنت طلعت الثالث على الفرق العلمي. صحيح. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وأيضا بنرحب بتسنيم صدوق، أهلا وسهلا. أهلا تسنيم. أهلا وسهلا فيك. تسنيم، أنت جبتي الأولى في فرع الإدارة المعلوماتية بمعدل 93.2. وبعدين بنرحب بأسيل العكالين. أسيل، أنت من محافظة العقبة وجبتي الأولى على الفرع الأدبي 94.5. مبروك، ألف مبروك، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، صباح الخير. أول شيء أنا رندا حاسس حالي شوي هيك بين عظماء، أنا بالتوجيه جبت 77.4 وكان بكل فخر يعني. بس شوف هلا انت عم تبدا بشيء بتحبه وكملنا فيهم ان شاء الله يا رب. كملنا بضلك عايش، بصل لك شيء. شكرا. طيب نبلش مع سند. يعني انا سمعت من رندا انه في عندك قصه مميزه، احكي لنا هاي القصه. انا قدمت توجيهي بال 2015 وخلصت بمعدل 97.2. اثناء وقت القبولات على الجامعه كان رغبه الوالد انه يكون ادرس طب بالاردنيه. حلو. بس معدلات الأردنية للأسف ما حالفنا الحظ وكانت 97.3. أنا 97.2 كان معدلي، فسجلت موازي يعني فرق عشر على عشر بالضبط. فسجلت موازي بالجامعة الأردنية وعلى أمل تحويل التنفس يعني، وعدت مادة العربي التوجيهي. الحمد لله يعني رفعنا ل 97.5 الحمد لله. ما شاء الله يعني بس عدت عربي بهاي السنة. صحيح. وبالتالي أنت قدرت إنك تحول من موازي العادي وتوفر إن شاء الله على السنة الجاية. إن شاء الله ربنا يتوفر على أسرتك وتوفر على حالك. ممتاز يعني. طلع رند ده مهم. أدي بتفرق فرق كبير والله. يعني ساعة الموازي بالأردنية 200 دينار وساعة التنافس 45. طبعا ربع السعر. برافو عليك، برافو عليك. يعني هي أهلك لازم يكونوا كتير فخورين بمثابرتك وتحملك للمسؤولية. برافو عليك. برافو سند. خلينا نبدأ مع تسنيم. تسنيم، أنت جبتي الأولى على فرع إدارة المعلومات ودراسة خاصة، أوكي؟ احكي لي كيف عرفتي أنك من الأوائل اللي طلعتي الأولى؟ أنا بصراحة وقتها ما كنت عارفة، كنت قاعدة عم بحاول أفتح موقع التوجيهي حتى أني أشوف علاماتي. فجأة بترن علي صديقتي بتحكي لي حكوا اسمك بالمؤتمر وأنت الأولى. وقتها أنه صعقت. ما كنت متوقعة الأولى؟ ما كنت متوقعة. بس أنت كنت كيف علاماتك بالمدرسة؟ دائما كنت من الأوائل، دائما كان علاماتي عالية. طيب. انتي تسنيم عم تدرسي دراسة خاصة، ليه عم تعملي دراسة خاصة؟ هلا انا قدمت سنة 2015 توجيهي عادي فصلين، لكن بالفصل الثاني صار معي ظرف ما قدرت اروح على مادتين. فدون مادتين ما قدرت اقدمهم، قدمتهم هاي السنة. يعني حلو الموضوع انه مش كارثة الواحد يعيد. طبعا طبعا مش كارثة. طبعا هو وائل، وائل بالصلاة يعيد. طبعا يعني دائما في فرصة وعاد. طلعت الأولى على المملكة عادي. أنا هاي النقطة اللي بدي أفعها انه مش كارثة يا جماعة الواحد يعيد إشي. رح أجي لإلك أسيل العكالين. أسيل، أنت اليوم جيتنا من العقبة، أهلا وسهلا فيكي. وأنت الأولى على الفرع الأدبي، احكي لي كيف عرفتي أنك الأولى؟ بصراحة أنا كنت متوقعة أني أنجح وكنت متوقعة أني أجيب معدل، بس أني أكون الأولى ما كنت متوقعة. يعني أتوقع شوف توقعات، متوقعة كنت أني أنجح يعني. برافو، مش ما شاء الله وصلت الأولى يعني. توقعات كانت ممتازة. كنا قاعدين نستنى الوزير يحكي ادخلوا على الرابط الموقع، وسمعت اسمي تفاجأت الصراحة. يعني كانت الفرحة يعني فرحة الوالدة والأهل، الحمد لله كانت يعني فرحة كثير حلوة. برافو، تستاهلي كل خير. يعني شفنا تسنيم وأسيل تنتين تفاجئوا بالقرار الفجائي بالنتائج، ونحن سؤالنا التفاعل اليوم كان عن هذا الموضوع. فبالنسبة لهم حتى أسيل وتسنيم، أنتوا يعني ما شاء الله أوائل على المملكة وأيضا تفاجئتوا. شو رأيكم، كنتوا عم تستنوا بالنسبة للنتائج، شو رأيكم اللي حابين يعني تسنيم أو أسيل تجاوبني بالموضوع النتائج الفجائية؟ يعني كان الطلاب كلهم أكيد على حر من الجمر قاعدين عم يستنوا النتائج وفجأة طلعوا النتائج، فشو رأيكم في هاي العملية؟ أجمل لأنه النتائج تكون فجائية، لأنه عنصر المفاجأة هو اللي بفرحنا. فيها تشويق أحسن يعني. أفضل يعني عشان ما تكون محضر ومرتبك فجأة هيك أحسن. أنت شو رأيك سند؟ بصراحة ضد الموضوع يعني، عامل إرباك للطلاب بشكل كبير. أنا كنت بداوم بالجامعة أصلا لما طلعت نتيجتي، كنت داخل محاضرة. فجاني الخبر أنا وداخل المحاضرة يعني، يعني في طلاب كانوا جايين على الجامعات يعني معيدين برضه، في طلاب ما كانوش عارفين داوم على المدارس بشكل عادي.
فيعني كان المفروض يكون محدد يوم افضل. كل واحد بنظر لها من وجهه نظر يعني معينه. طيب بسند انا بدي اسالك، انت خلصت التوجيهي ودخلت الجامعه، يعني زي ما نقول مرتاح، الضغط هذا مش موجود، صحيح. ورجعت زرت التوجيهي وقدمته وانت بالجامعه، كيف كان نظرتك للتوجيهي من الزاويه الجديده يعني؟ شو اثر؟ اكيد انه تغيرت نظرتنا له، انه مش هو اصعب شيء بالحياه، يعني مش زي ما كانوا مصورين لنا اياه، طلع في شيء اصعب منه. يعني اللي بيدخل على الجامعه بيعرف انه التوجيهي شيء عادي كثير يعني، بس انه مشكله الضغط النفسي، انه تحديد يعني ايش بدك تدرس، ايش بدايه مستقبلك، بس هاي المشكله. ولا هو كدراسه وهذا يعني مواده مش كثير صعبه. طب الماده اللي عدتها لقيتها اسهل لما جيتها وانت بالجامعه؟ طبعا اسهل. يعني حلو السند، يعني مركز على موضوع انه ما في ضغط نفسي، معناته الامور عم بتكون اسهل. يعني عاد ماده بدون اي نوع من انواع الضغط، هو اوريدي ما شاء الله في الجامعه وعم بدرس، يعني عم بدرس طب بشري كمان، فما كان عنده مشكله ضغط نفسي نهائيا. اسيل مثلا احكي لنا عن موضوع الضغط النفسي، كيف بتشوفيه بالنسبه لعائلتك، بالنسبه للعائلات الاخرى، كيف كان حجم الضغط النفسي عليكم؟ انا الصراحه يعني ما كان في ضغط نفسي، يعني يعني انا درست من نفسي من ذاتي، يعني إرادة. برافو. وزميلاتك يعني طيب، صحباتك؟ ما كان حد يضغط علي. هو في ناس يعني بس خلصنا توجيه يعني بطلنا نشوفهم، في ناس نجح وفي ناس ما نجح. يعني أتوقع أنه ما كان في ضغط، يعني أهم إشي الواحد يكون الصحة أول إشي فوق كل إشي، بعدين عادي مش مشكلة. مزبوط، لأن أسيل عندها مرضت. أسيل أنت بالفصل الثاني مرضتي وما قدرتي تقدمي الامتحانات بالفصل الدراسي الأول. الفصل الدراسي الأول 2014 يعني كانت، أو 2015 الفصل الدراسي الأول مرضتي وما قدمتي. لا، الفصل الدراسي الأول نجحت وجبت 94.7 الأولى، كنت على محافظة العقبة. بعدين الفصل الثاني ما قدرت أقدم، تعبتي يعني مرضتي شوي وما قدمتي. ما قدمت، تأهلت مدرسي يعني رغم أنه ما كنت أداوم، يعني كان ظرف الصحي بس كثير يعني قاسي. المديرة والمعلمات كانوا متعاونين معي كثير، يعني متعاونين معي لدرجة يعني أنهم راعوا ظرف الصحي وأهلوني للامتحانات على أمل أني أقدم، بس الحمد لله يعني ما قدرت أقدم الفصل الثاني، قدمت الفصل هذا. عشان هيك هذا الفصل أخذتي دراسة خاصة وقدمتي لحالك. وقدمت لحالي. ما شاء الله ما شاء الله. بدي أجي لإلك تسنيم، مين بتفكري هيك ساعدك لتحصلي وتاخدي الأولى على فرع الإدارة المعلوماتية؟ أكتر شيء ابن عمة بابا اللي هو قريبنا، كان دائما موجود معي، يعطيني النصائح، يعلمني أهمية التنظيم وكيف أستغل وقتي وكيف أنا بقدر أدرس وأمن بقدرات وأآمن أني أنا بقدر أوصل للي بدي إياه، فدائما كان يعطيني طاقة إيجابية لأني أوصل للي بدي إياه. طبعا دعم أهلي لإلي، يعني أهلي كانوا كتير إيجابيين ودائما يعني داعميني بكل إشي عم بعمله، فلهيك وصلت لهذا الشيء. برافو. سند، أنت خضت يعني أكثر من تجربة، يعني مثل ما حكت رندا شفت التوجيهي من 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 فوق، يعني شفته بصورة مختلفة، وحكيت عن موضوع الضغط النفسي إنه هو العائق الأساسي اللي عم بكون عم بواجه الطلاب في هذا الموضوع. شو بتنصح الطلاب اللي عم بيعانوا من هذا الضغط النفسي، سواء من الأهل أو سواء من الأصدقاء من المجتمع، منهم هم نفسهم؟ يعني هو انه يحاول انه ينظر للتوجيهي مش انه بشكل شيء خرافي، انه يعني هو اللي بيحط اهداف قدامه وبدرس اكيد راح يوصل له. يعني هو اكثر شيء راح يغلب الطلاب الخوف اللي هو بالامتحان، هو يعني 50% من التوجيهي تعامل مع الامتحان، 50% دراسه. يعني بدرس بروح على الامتحان خايف ممكن ما يبدا، واللي بروح بيعرف يتعامل مع الامتحان ممكن ما يكون دارس كويس بس بيعرف يتعامل مع الامتحان ويوصل لشيء كويس. يعني يعني هي بالاخر قصه التعامل مع الامتحان وخوف الضغط النفسي، يعني اكيد في من الاهل برضه شيء دور اساسي على عامل الخوف انهم يقضوا عليه. برافو. هلا احنا عندنا اللي قدموا بالفصل الاول 158,000، فانا بتوقع انه في بالاردنيين 158,000 عائله عندهم حالات توجيهي. انتم كطلاب يعني بصير ضغط عليكم؟ طبعا الاهل لما بيضغطوا بيكون خوفهم على مصلحه اولادهم، مش بقصد انهم ياذوا، بس مرات الواحد ما بيكون عارف رده الفعل عند الطالب شو عم بياثر فيه، فمن وجهه نظركم شو بتعطوا هيك؟ بدي اسمع من كل واحد كلمه للاهل عشان يشجعوا الاولاد بدون ما يضغطوهم. يعني شو في شيء بتحسوا انه عن جد بيضغط الاولاد ما يعملوا الاهل؟ نبدأ من عندك مثلا تسنيم، شو برأيك؟ هلا بالنسبة إلي طالما في تنظيم
ما في ضغط، طالما الطالب بيقدر انه ينظم وقته ويحط جدول يمشي عليه ما في ضغط، ولازم انه ما يسمع اي كلمه احباط او سلبيه ويتغاضاها كلها ويحط في باله انه انا اهلي خايفين علي، ياخذ الجانب الايجابي، اهلي خايفين علي لهيك انا بدي اقدم لهم اللي هم بدهم اياه. حلو. فما يسمع هذا الكلام ولا ياثر عليه، بالعكس ياخذوا انا بدي انظم وقتي واوصل لهذا الشيء. يعني انت كنت منظمه اليوم كامل تسنيم، كم ساعه كنت تدرسي؟ طبعا كنت ادرس من 4 إلى 5 ساعات. وكيف كنت منظمه يومك كله من اوله لاخره؟ لما أرجع من المدرسة كنت برتاح شوي، بتغدى، بعدين برتب كتبي على حسب جدول المدرسة، قديش كل درس بده ياخد معي، وبقسم كل كتاب قديش يوم بده ياخد معي لأخلص المواضيع اللي فيه، وهيك بكون خاتمة قبل ما يجي الامتحان. برافو. لما تعيد التوجيه المرة الجاية أعملها. رح أعيد توجيهها، طلعت الأول على محل المملكة. أسيل شو بتقولي؟ مثل ما حكت الأخت تسنيم، يعني التنظيم مهم جدا، يعني طالب أهم إشي، أهم إشي يعني تنظيم الجدول، وأهم إشي أهم إشي في توجيهي هو أول يوم صراحة. إذا قدر الطالب إنه ينظم نفسه من أول يوم راح يجتاز المرحلة كاملة، أما إذا تركها من أولها صعب من آخرها يبدأ. وأكيد إنه كمان الفشل مش سيء، الفشل هو دافع، مش الفشل مش عذر، الفشل هو دافع للنجاح. كثير حلو، يعني وانت اكبر مثال انه ما قدرت تقدمي الامتحانات، وشوفي قدمتي وجبتي الاولى. برافو. رندا، بجوز احيانا الناس بتوقعوا ظروف مثاليه للمتفوقين، يعني بتوقع انه الاول على المملكه، هذا شخص متوفر له كل وسائل الراحه، هذا شخص ما عنده مشاكل في حياته، هذا شخص مدلع. صح. خليني احكي عنده كل وسائل الراحه والرفاهيه، ولكن شوف نحن عندنا الثلاث حالات او الثلاث اشخاص الموجودين عندنا من اوائل المملكه ومتفوقين، وكل واحد عنده كان حاله صعبه، يعني سند عاد وهو في الجامعة، وأسيل كانت مريضة وما قدرت تكمل، وتسنيم كمان برضو صار عندها ظرف وما قدرت تروح على الامتحانات، ومع هيك هم الأوائل، فالأوائل طلعوا من الظروف الصعبة مش من الظروف السهلة، هاي نقطة كثير مهمة. كثير حلو. طبعا طبعا الظروف مش سبب للفشل، الظروف دافع للنجاح. طبعا طبعا كثير حلو. الظروف هي اللي بتخلق فينا الإرادة، روح التحدي، إن بالرغم منها نصير شيء. طبعا طبعا. قل لي سند، إيش أكثر شيء ممكن يضغط الطالب عشان الأهل ما يعملوا؟ نظرة المجتمع للتوجيه. والمقارنة. اللي بتخلي المقارنة. شوف ابن عمك جاب هيك. صح. ابن هاي ما تقارنوا يا أهل، مشان الله. شو كمان؟ ممكن التخويف الزايد، الخوف الزايد مو كويس، لازم. وفي بعض الأهل وفي بعض المديرين والمدارس إنهم بيحكوا للطلاب كلمات وبعض الأشياء عشان إنها مثلا انها انا ما راح اهلك، انت مش كويس هيك، ممكن انها بفكروا انها يعني دافع للنجاح، هي محبطه، بتحس الوصول للهدف شبه مستحيل. حلو حلو. طب سند، انت مش الحال، صرت ان شاء الله طبيب، خليني اسال اسيل وتسنيم، قدمتوا الطلب الالكتروني، ايش مخططين تدرسوا، ايش مخططين تكملوا؟ ان شاء الله انا كنت ناوي ادرس منحه قضاة المستقبل، بس سكروها. يمكن ان شاء الله حقوق. حقوق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انا ان شاء الله هندسه حاسوب. يعني حلو. حابه تدخل المجال القضائي ان شاء الله. حقوق وتصيري قاضي ان شاء الله. بحب والله استضيفك، يا سلام، القاضي اسيل العكايله، كثير حلو. العكالين. العكالين. اهلا وسهلا فيكم. أهلا. احنا بنشكركم والف مبروك، وبالفعل انتم مثال للمثابره والنجاح، اسيل وتسنيم وسند. شكرا. شكرا. الف مبروك. الله يبارك فيكم. يعطيكم الف عافيه شباب.